عن جد شي ما بتصدق. معقول السلطانة قسم تعمل هيك عملة؟ هالمرة ما رح نسكت أبدا، واللي بيحاول يقتل مولانا لازم ينقتل. هذا اللي رح يصير فورا، زمان انتهى خلص. اليوم بالليل الانكشاريين رح يداهموا القصر. شو معناته هذا الحكي؟ متأكدة يا سلطانة؟ كوشكو محمد آغا، خبرهم باللي صار واشرح لهم الوضع. السلطانة قسم جمعت الديوان اليوم واتفقت مع الانكشاريين حتى يداهموا القصر ويقتلوا مولانا السلطان وحضرتك يا سلطانة. وشو عرفنا انه هي هي الحقيقة يا كوشكو؟ انت صار لك سنين بخدمة السلطانة قسم، وبيجوز يكون هذا فخ. اللي بده يوقع بهالفخ السلطانة قسم يا باشا. انا راح اقتلها بنفسي واخذ بيتار المرحوم ابي. الليله راح تنال عقابها. انا واثقه كثير بهذا الكلام، وبناء عليه خلونا هلأ نفكر شو رح نعمل الليلة ونرتب الأمور. إذا تحركنا قبلهم وقتلنا سمو الأمراء أحمد وسليمان، السلطانة الأم رح تنهزم، لأنه بتخسر كل المرشحين للعرش. أوعك تفكر بمثل هيك احتمال. إذا بدي أقتل أطفال أبرياء وساوي مثل السلطانة قسم، شو بكون بفرق عنا ساعتها؟ طالما أنا عايشة وموجودة بهالقصر ما رح أسمح بقتل أي أمير. حجي، هذا ياسمين، انت زرعتهم يعني؟ لا انا ما زرعت شي يا سلطانة، شكلها رجعت طلعت لحالها. كنت تحبيها كتير، والمرحوم السلطان احمد زرع الجنينة كلها ياسمين كرمالك. وبعد وفاة أحمد كلهم دبلوا وما زرعته بعدها، لأنه ريحته بتذكرني بطفولتي البعيدة، بعيلتي، ببيتي، وبعيوني اللي حبيته. فكرت إذا ما شميت ريحتها رح بطل اشتاق ورح أنسى كل أحبابي. الإنسان قد ما جرب ينسى الماضي بيقدر يا سلطانة؟ ممكن برأيك؟ مو بهالسهولة أكيد. كان بدي آخر عمري يكون مثل هدول الورود، كان بدي الورد يعيش بهي الحديقة وريحته تغطي على الفراق والحسرة وريحة الموت تبعد، بس ما قدرت. سلطانة، أكيد سمعت باللي صار. إذا جاي تنصحني لحتى أتراجع فات الأوان.
أنا مو جاي أنصحك، جاي لحتى أقلك إني معك، رح أكون جنبك لو شو ما صار يا سلطانة. ما رح أتركك تواجهي كل هالمصايب لحالك. ما فهمت شو اللي غير موقفك. اكتشفت انه هالشي مو بإيدي وما بقدر ابعد عنك. حياتي ما لها قيمة بدون وجودك. شكل حبال القدر ربطت مصيري فيكي وما تركت لي حرية الاختيار. مصيري مرهون بمصيرك. هذا التراب الذي تدوسه بقدمها هو مصدر سعادتي. هذا التراب تحول إلى زهور يانعة لأن قدمها قد وطأت، قد أصبح مليئا بالياسمين ومليئا بالعبير. آه يا سلطانتي، يا ساحرة التي تحول كل الأماكن إلى جنة خضراء، حين تمرين بها يكبر العشب وتورق الأشجار، كيف لي أن أزيح وجهي عن أرضك الساحرة؟ كيف لكل ذرة في الهواء ولكل ذرة في التراب ألا تكون مثلي مفتونة بجمالك وحضورك؟ كيف لها ألا يحزن وجهها حين يلفك الهواء وأنت تغادرينها ولا تتركي لها سوى حفنة من عبير لقائك؟ لطالما كنت قدرنا جميعا، لأن السماء يا سلطانتي لا تتسع لشمس غير وجهك، ولا تتسع لبهاء يجاري بهائك. وأنا لست سوى عاشق مأسور استطابت له الحياة في أسرك، ولم يعد للحرية طعم، ولم يعد للحياة دونك أي لون. نحن شو ناطرين يا باشا؟ ناطرين إشارة حجي آغا، بس تكون الأمور جاهزة رح يضوي القنديل ببرج العدالة ووقت رح نتحرك. سلطانة، حطيت سمو الأمير سليمان والسلطانة ديلاشوب بالجناح اللي فوق، هيك منأمن عليهم أكتر. عظيم. تعال يا حجي. أنا وياك قديش مر علينا وكم ليلة قضيناها ونحن معلقين بين الموت والحياة. إذا بدي أحسب بجوز عمري ما يكفيني، بس المهم أنه دايماً كنا نشوف الشمس بفضلك، وهالمرة رح نشوفها. وأنت لليوم ما تعبت؟ ليش ما فكرت مثلهم يا حجي تتركني وتروح؟
لما رجعت من مصر كنت أول مرة بشوف فيها البنت اليونانية الصغيرة ناسيا، الجارية العنيدة الحلوة، الوحش اللي كان ترويضه مستحيل. نظرات عيونك ما بنساها، كانت كلها شجاعة وكبرياء. لمعة عيونك يلي حولتنا كلنا لمجرد فراشات عم تدور حوالين الضوء. وجودك عم يمنحني القوة. أنا صار لازم روح. سلطانة، أنا طالع ضو الأنديل. كوشكو أفندي، أنت خليك على باب الحرم لك، بس يجوا الإنكشاريين أنت اللي راح تدلهم على الطريق. بشير آغا، اعتمادي عليكم. رجالنا عم يتناوبوا على الحراسة، ورجال نورهان صاروا بسابع نومة. ممتاز، الكل ينتبه منيح، أي غلطة صغيرة منروح فيها. لا تأكل هم حجي آغا، كل الأمور تحت السيطرة، وقبل الفجر رح يكون كل شيء خالص إن شاء الله. يلا قولوا يا رب وشدوا همتكم. حجي أغا، بدك تعطي الإشارة؟ عفواً يا سلطانة، أنا ما فهمت عليك. مو لابق لك الكذب بهالعمر، أنت ما اكتفيت؟ معقول ما شبعت دم؟ لسه كم سلطان بدك تقتل كرمال سلطانتك يا أغا؟ أنت شعلتي النار وبديتي بهالحرب سلطانة نورهان. سلطانتنا الأم كانت معتبرتك مثل بنت وحبتك، وما وثقت بحدا قد ما وثقت فيكي. بس أنت شو عملتي؟ ليش خنتيها؟ أنا ما خنتها أبداً. أنا عملت اللي عملته السلطانة قسم من قبل، كرمال مستقبل الأسرة الحاكمة وكرمال الدولة. وتقديراً مني لعمرك رح أعطيك آخر فرصة، يا أما بتصير معي وبتساندني، يا بتبقى مع سلطانتك وبتموتوا مع بعض. أنا بفضل أغرق بمحيط كبير وما أغرق بنهر الخونة. We'll be right back.
ليش ما ضوى القنديل لهلأ؟ أنا لازم أتدخل. منستنى شوي كمان، لا سمح الله أنا بخاف حدا يشوفك وقت منكون عم نخاطر. ما فيني استنى أكتر. إذا السلطانة نورهان عرفت بالخطة معناها حياة السلطانة قسم بخطر، وأنا ما رح أتفرج. معناها رح فوت معك لحتى نواجه الأندال مع بعضنا. لازم نلاقي شي مدخل بدون ما نلفت نظر. تذكر النفق اللي هربتك منه يا باشا؟ هو موجود لسه. كتير عال مكداش آغا. نحن رح ندخل على القصر ورح نشوف شو عم يصير. انت خبر الانكشاريين واجتمعوا عند باب الحرم لك. نحن بأمرك يا باشا. شو في يا سليمان آغا؟ شو عم تعملوا؟ حاجي آغا عطاكن عمره خلص، ما رح تواجهوا نفس المصير في حال قدمتوا لنا كل الولاء وبايعتوا مولاكن السلطان محمد. القرار إلكن. السلطانة قسم حاولت اليوم تقتل مولانا السلطان وصدر فرمان إعدام بحقها. يا بتسلمونا إياها حالاً يا ما رح نرحم أي حدا. ما فشرت نسلمك يا. إذا عم تفكروا توصلوا للسلطانة الأم فأنتم مضطرين تقتلونا بالأول. أنا رح أقتلك بإيدي يا بشير آغا. شو مين بعد هيك؟ دوري شو؟ أنا لا ترحموا حدا أبدا. اقتلوهم ولا تشفوا عليهم. ما بدي ولا خاين عايش. هدول رجالنا اللي برا مين رح يكونوا لك؟ أخيرا اجوا لعنا. ماما شو عم بيصير برا؟ شو هالأصوات؟ ما في شي لا تخاف دي. لا شوبل يلا اطلعي وخليكي جنبي وحاولي انه تنيني. أغوات حسين، أنت بتفتح الباب للإنكشاريين وأنا رح أطمن على السلطانة قسم. ما بدي وصيك لا تتحرك قبل ما نجي لعندك. كمال كيتش رح أرجع أشوفك إن شاء الله يا حسين.
قائد البحرية. معقول مفكر بهالبساطة تقدر تقتل السلطان جوات قصره؟ أنتوا انكشفتوا وطلع فرمان بإعدام السلطانة قسم وكمال كيتش كمان، بس أنت لسه في عندك فرصة، ولأني ما بكرهك بنوم وما بعتبرك عدوي رح أسمح لك بالهرب. هروب يا حسين، أنا عفيت عن روحك. الروح اللي عفيت عنها أنا ما بدي إياها. Ugh.